هذه أفة الحرائق يعني متواجدة على كل بلدان تاع البحر الأبيض المتوسط. الدولة الجزائرية وضعت مخطط واستراتيجية كبيرة وهامة، وضعت وسائل كبيرة ومتعددة، كل وسائل جوية الأرضية يعني التعداد، وضعت مخطط يعني تدخل وحراسة يعني صحيح وقائم يعني 24 ساعة على 24 ساعة، وهذا كله للحفاظ على هذه الثروة الغابية. خاصة هذه السنة يعني لاحظنا عدد الحرائق اللي تعدت، يعني عدد انطلاق البؤر الحرائق اللي تعدت 500 بؤرة، والتحكم فيها رانا في مساحة يعني ضئيلة جدا، ما تعداش 2000 هكتار مبعثرة، يعني وخاصة منها حشائش، يعني ما كاش حرائق غابات هذه السنة طبعا، يعني راهي نتيجة ربي يدومها إن شاء الله، وربي يقدرنا ويقدر الأعوان تاعنا وأعوان الحماية المدنية والحارسين والواقفين على كل هذا البرنامج والمخطط تحماية الغابات من الحرائق.